عبد الرحمن بن عوف كما ينقل الحافظ العجلي في معرفة الثقات يقول حدثنا أبو عثمان البغدادي ثقة، طبعا هنا ذكر ثقة لأن الباقين من رجال الصحيح. حدثنا أبو عثمان البغدادي ثقة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: ألم يكن معي قاتلوا في الله آخر مرة كما قاتلتم فيه أول مرة؟ طبعا هنا اللفظ ملتبس، ألم يكن معي قاتلوا في الله، لا يمكن أن تكون هذه آية، إنما يريد أن يقول له ألم نسمع معا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمره على الأقل، ليس شرط أن يكون هذا اللفظ. قال: متى ذلك يا أبا محمد؟ يسأله متى يكون ذلك؟ قال: إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو مخزوم الوزراء. طبعا هذا الحديث إسناده موجود، هو الإسناد نفسه مش اللفظ مش المتن، رجال، موجود في البخاري رقم 3767. لكن نجد مثلا في أيضا في معجم الأوسط للطبراني لا يذكر بشكل صريح، يرويه عن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت على عمر فقال يا عبد الرحمن بن عوف. طبعا ليس شرط أن يكون الطبراني هو من، قد يكون من السند أحد رجال السند، لكن أنا فقط أريد أن أشير إلى أن بني أمية ذكروا في أحاديث كثيرة، منها ما وصلنا ومنها ما استطاعوا أن يحجبوه، ولكن ما وصلنا يكفي.